نكملها. الاميدرون انديوست ثيروتوكسيكوزيس ده بيتقسم لنوعين، تايب 1 وتايب 2. تايب 1 بيحصل اكسس ايودين انديوست ثيرويد هرمون سينس، ده بيزود السينسز، بينما الثاني بيحصل ديستراكشن. طيب السينس ده هيدينا ايه؟ هيدينا جويتر، بينما ده لا طبعا هتظهر. طيب ده هيدي فيه ايه؟ بدل الهرمون هكمل على الاميدرون عادي، بس اديله الايه؟ الكاربيميزول او البوتاسيوم بيركلوريت، التاني هديله كورتيكوستيرويد، والتاني كورتيكوستيرويد لو كان معاه زيادة في ثايلوتوكسيكوز هديله معاه كاربيميزول. أهم حاجة التانية هو لانه تايب 2 ده، لانه انت عندك ديستركشن، فيعني فيمكن ما تحتاج اصلا تاخذ انتي ثايرويد، تمام؟ عشان كده هو مثبت لك الكورتيزون. اذروايز لو في ساينس بتاعت ثايروتوكسيكوزس، فانت حتدخل ال الكارميزول يعني بعد الستيرويد. ماشي. طيب نرجع للأسئلة، خلاص كده تمام النقطة دي. كنا فين؟ ثواني. طيب خليني أنا أقرأ لكم شوية كده. Which of the following the most likely diagnosis من دول؟ Cushing disease syndrome ولا pseudo Cushing ولا impaired glucose tolerance ولا دي لازم تجاوب. سبحان الله. طيب ماشي، نقول أول حاجة، نبص الحالة الأول. 50 سنة، woman present to GP complaining of severe problem of central obesity، دي ماشية شكلها مع الكوشنج. The past medical history include manic depression، يعني ممكن بتاخد حاجات هتزود الوزن معاها، hypertension، chronic alcohol abuse include sodium valproate، برضه بتاخد medication sodium valproate، بتاخد انتبامايد والمجدوبين وريمابريل، وهون examination blood pressure بتاعها عالي والبودي ماس اندكس عالي، وهي مون فيشل فيتشر وبافلو هامب وابدومينال بستراي، كل الحاجة ماشية مع ايه؟ مع الكوشنج. الهيموجلوبين بتاعها قليل، الوايت بيسيز اوكي، بلتت اوكي، الصوديوم كويس، البوتاسيوم كويس، الكرياتينين اوكي، ترانس امينيزز يعني معقولة، حاجة مرتفعة، حاجة بسيطة، الجلوكوز عالي. طيب احنا شفنا الكورتيزول، والمفروض ايه؟ الميد نايت هو الافضل، بس احنا شفنا الكورتيزول الصبح لقيناه 1000 which is معدي، دي ايه؟ معدي. عملنا الميد نايت وكورتيزول لقيناه هنا اقل من 50% من مورنينج ليفل، هو أقل من 50%، هو أقل من 50% الميد نايت بلازما. طيب الميد نايت بلازما كورتيزول ده يعني بقى يعني قصده احنا بنقيسه الميد نايت وبنقيسه الصبح، الاثنين عاليين، المفروض ايه كده؟ هل هو سودو كوشنج ولا امبيرجو كورسيرنس ولا سيمبل اوبيزيتي ولا كوشنج ديزيز ولا كوشنج سندروم؟ كوشنج ديزيز يبقى من فوق، يبقى هيأثر لي على الايه؟ على المينرالو كورتيكويد، هتبقى قليلة كورتيكويد، لا الصوديوم قليل، لا هي مش كوشنج ديزيز، ممكن تبقى كوشنج سندروم من جلاند نفسها، وكمان لو ديزيز هتلاقيه في الميد نايت كمان عالي، الدايت هيبقى عادي. هو عالي في الميد نايت. طيب شوف، أنا ما مش بعرف عالي، صراحة، بس أقل من 50% يعني كويس. أنا أقل من هديكم 50% تفسير من تاني. المورنينج هو هيبقى فعلا اللي هو السندروم، صح؟ أنا كوشنج سندروم. يا لي كده، قول يا دكتور ميادة طيب شوف، عن الإجابة. في تفسير تاني. انا شفت اشوف الليفر انزايم. ليفر انزيم، ليفر انزيم عالية شوية. عالية، فدي ليفر انزايم عالية، ف حنطلع من حتة الكوشنج دي، فشكلها السودو الكحولي ممكن تكون الكحول، ممكن تكون بس اللي ده تكون كل الحاجات اللي ناش ومعاه ناشف مثلا. يعني كده. طب ليه الكورتيزون عالي؟ بس الصبح الكورتيزول هو اللي معاه الكورتيزول بيعمل السودو كوشن، بيعمل السودو كوشن.
بيديك السودو كوشنج اللي هو يعني شكله كوشنج لكن الكورتيزول كويس. بالظبط السودو كوشنج معناها كده سودو كوشن زي الناس بتوع الأوبيز، زي شكله الناس اللي كوشن بياخدوا بيكون عندهم بياخدوا بيكون اكسترنال عندهم ستيرويد. كمان قلنا الكورتيزول ده بنقيسه بيكون عندهم هو معدي معدي الابر ليميت ايوه بأقل سبريشن بيحصل طيب انا طيب اوكي اللي هيفسر الليفر طيب يعني ايه اللي هيفسر زيادة الليفر ان هيفصل. كيس هو يعني اوبيز عامة ممكن فاتي ليفر مع الدنيا دي كلها. بالظبط، ما هو 38 البودي ماس اندكس طبيعي ما يعنيش، بس هل ده هيفسر بعدين بياخد بعدين خدي بالك لو هو الكحوليك هيديك الاي سي تي العالي مثلا مش هيديك ال تي بس. صوديوم فالبوريت؟ مش كان الصوديوم فالبوريت بيعمل برضه بيأثر على الليفر؟ لا احنا مش عشان هو الكحول، هو عشان مثلا ممكن يكون الناش او المهم انا طالما انه انا عندي اي هنت انه الليفر انفولف يعني ف يا بيني وبينك انا حاسسها سودو كوشن ديزيز. السودو اعمل كوشنج السودو كوشن الكورتيزوليك بيبقى تروني بيبقى نورمال الصوديوم فالبوريت والالكوهول وال ممكن فعلا. وعامة المفروض ان قياس الكورتيزول ده مش حاجة مؤكدة يعني. شفته 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 اسمع ليه؟ كلامي عشان لا انت تسمع كلامي، انت بتقولي امبيرد جلوكوز، انا اللي قلت أنا؟ كوشنج. اه لا والله والله ولا جبت على لساني امبير جلوكوز. عموما انا عموما بقول لك انه اللقاء انا مثير بقول لكم هي سمعت ماشيه مع امبيرد جلوكوز انا وانا بقول لك سمعت انه هي كويس ماشيه مع سمعت سودو جلوكوز. لانه الليفر طب قولي يا دكتوره الليفر عماد هي انا قالت ايه؟ يا قالت ربي والله ما اسمها جبت ايه سيره دي؟ الامباير جلوكوز ولا جبت امبيرد سيره ولا جبت سيرتها والله لا حول ولا قوه. تزعلي خلاص انا زعلت والله والله زعلني صراحه يعني. انا شغال انا بحكي لك طب انا قلت انا لك جايه سودو من كوشن الاخر متفقه جايبه معايا؟ انه بحكي انه بقول انا جبت لك الهند قلت لك انه انا حتى نشوف الليفر الليفر لا طيب مستحيل ده تكون هو كوشن بيهزر يا دكتوره او مياده فكرت تخسر بجد. انه لا 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 هو عايز يلخبط عليا انا عارفه بس طب خلينا المشكله انه نشوف انا كوشنج جايباهم من سندروم الاخر ليه بقى. غلط، نشوف كورتيزول عالي ليه كوشنج طب خلينا سندروم. نشوف الكوشنج نشوفهم كلهم ماشي. خلينا نشوف الاول السودو كوشنج ليه هنا. It can be challenging to distinguish between Cushing disease and pseudo-Cushing disease. As the clinical presentation similar, the main clinical clue pseudo-Cushing disease is in this case إن هو chronic alcoholic abuse وعنده depression. وعندنا the biochemical evidence is that there is remain diurnal variation in cortisol level. طيب it was not seen in Cushing disease. زي ما قالت الدكتورة كانت بتقول مش هيبقى فيه ديورنال فاريشن، مش على طول بنستثني منه كوشنج ديزيز. طيب هنبقى ليه عمل. استثنى كوشنج سيندروم؟ طيب كوشنج ديزيز هنا خلاص احنا قلنا ديزيز ليه استثناه. زيه ماشي. السيندروم بقى ليه بقى؟ In patient with Cushing syndrome the plasma cortisol level will not show diurnal variation. برضه نفس برضو مش هيبقى فيه diurnal variation. عندنا الميد نايت بلازما will not be أقل من 50% in morning level. This patient biochemistry clearly show drop أكتر من 50%. يبقى أنا عندي فكرة السودو كوشنج أهم حاجة الموضوع اللي إيه؟ إنه هيزيد بس هيبقى فيه diurnal variation. ومع الباك جراوند أوف ألكوهول أبيوز وديبريشن برضو دي تؤيد قصة السودو كوشنج أو الكوشنويد. تمام. الدكتورة بتقول عليها الإمبيرز عادي عادي. موضوع الانسولين بس قبل ما انساه عشان عملت سيرش كده عليه. ماشي. لا مش السؤال دوت يعني عامه الانسولين انت نستخدم انسولين في تايب 2 وانا في اليو كي جايد لاينز مفيش الا رقم 11 حلو. ورقم 11 كمان انت بتبدا انسولين واول ما توصل للتارجت تبتدي تكونتينيو ممكن توقف وتكمل على الاورال هايبوجلايسيميك. تمام حلو. لكن السبب الوحيد ان انت تبقى على تو ميديكيشن او ثلاثه لمده 3 شهور ولسه التارجت بتاعك ما اتحققش، ده الاساسي في السبب بتاعهم في النيو جايد لاينز الجديد. يعني انا لو الامريكان بقى هو 9، الامريكان 9 وهنا في السعوديه ماشيين على 9. لو الانيشيال اي فعلا اتش احنا بي 1 ماشيين سي 9 9 هنا ماشيين 9. يعني انا بلاحظ لو الانيشيال 9 بتبدا السكر انسولين على طول اه اللي اللي هم بيجي بيسموه البيزا ريجيم ان انت بتديه واحد بس وانس ديلي اللي هو بيبقى بالليل ده.
صح، رو لونج يعني، لغاية ما يرجعوا لكن في اليو كي بصراحة في اليو جايد لاينز اللي هي آخر واحدة 21 دي مش كاتبين خالص، مش كاتبين خالص رقم معين، لكن هم آخر حاجة كانوا كاتبينها في اللي عندهم في النايس يعني الرقم 11، وكاتبين كمان إن هو لو تعدل ممكن توقف وترجع على هاي ورا هيبو جلايسيميك تاني، هو ده بيبقى ريسك وسيرابي يعني، انت بس ايه بتبدأ بس حاجة ترجعوا بس يعني زي ترجع وتبدأ تاني اه. حلو تمام، الله ينور عليك يا دكتور. دكتورة ميادة طبعا احنا بنهزر معاك يعني، ما عادي يعني متعودة على الكلام ده. Which of the following result would fit best with her ال ABG بتاعها؟ طيب ايه هي ايه اصلا؟ دي كي ايه ودي كي ايه دايما؟ مانج بولس انسولين ونمبر اوف دوزز، وهنا مش عارف الريسبيراتوري ريت بتاعها عالي، ان سي او 2 هنلاقيه قليل. سي او 2 ندور على السي او 2 القليل هنا، ده او ده، وانا همشي مع ده في نفس الوقت. ايه رايكم نمشي مع دي البي اتش الاسيدوزز اللي بيبقى فيها السي او 2 قليل عشان الريسبيراتوري ريت بتاعها عالي جدا؟ ايه رأيكم؟ تقول لك اسيدوزس يعني، يا دي يا دي، التنين مش هينفع، نختار دي يا دي فعلا. كاركترستيك فيتشر اوف ميتابوليك اسيدوزس وذ هايبر فنتيليشن اند سمول اوف بير دروبس تيبيكال ديابيتيك كيتو اسيدوزس هايبر جليسيميا. ايه ما علينا من الكلام ده. اختصر لكم الكلام اللي هو المزعج. Which of the following forms of thyroiditis the most likely diagnosis هنا؟ هاشموت ولا دي جريفان ولا ريدرز ولا جريفز ولا بوست بارتم؟ ايه رأيكم؟ دي اس ار عالي، ونبص فوق نلاقي فلو لايك illness، وبعد كده نلاقي تندر ان بالبيشن، يبقى احنا ايه دي جريفانز صح؟ لا ايه بوست بارتم؟ كانت في الكيس ان هي كانت بعد الولاده ولا ايه؟ عندها 10 بيبي بس. البوست بارتم قلنا 4 شهور بس. تمام. اول 4 شهور كان بيبقى معاها اي اس ار. خلينا نقراها لك. البوست بارتم بيك انسيدنس اوف بوست بارتم ثيرويدايتس ات مانث 6 بوست دليفري. 6 شهور كمان مش 4 شهور. وانيشيال بيريد اوف ثيروتوكسيكوزيس فولد باي هايبوثايرويديزم، وقلنا تلتهم او 40% منهم ممكن يكمل ايه هايبوثايرويد. فلو لايكس حقت البوسبارتم حقت الكارديوميوباثيكا، حقت الكارديو اي كارديوميوباثيكا انهي؟ بوسبارتم كارديوميوباثي 3-4 شهور. ايه بقى اللي انتوا بتقولوا عليها دي؟ 5 شهور. البوست بارتم كاردو ميه، بس ده موضوع تاني صح؟ ذكرت عشان البوست بارتم مانجا ولا ايه؟ تاكل مانجا ولا ايه؟ بتعشى بتعشى ما تفضحني بالهنا والشفاء. طيب الله يخليك. طيب ماشي اوكي، ناخد سؤال تاني. ايه which of the following the most likely diagnosis Graves ولا subacute thyroiditis اللي هي دي كريفان دي، ولا هاشيموتو ولا بوست بارتم ولا سيك ايوثايرويد سيندروم؟ طيب سيك بيبقوا الاثنين ناقصين. طيب عندنا الانتي ثايرويد انتي بودي بوزيتيف، التي 4 كويس، تي اس اتش تي اس اتش عالي، وده عالي معناها هايبو صح؟ هايبو كنا بنقول عليها ايه؟ سب كلينيكال، بس ما فيش سب كلينيكال. السب كلينيكال سيك ايو، لا هو كم التي 4 اخره كم؟ بص على السيد 7 T4 آخره 7.
طيب خلاص لو 7 سب كلينيكال. طيب هنا بيقول لي 25 سنة وومن جات الكلينيك من 5 شهور عندها 5 مانث اولد بيبي. Over the past few weeks she has been feeling increased tired but the GP dismissed the problem as the usual tiredness after having a baby. She tell you she feeling tired but not has put on weight and it is constipated all the time. Constipated all the time دي كده هايبو. Feeling cold برضو ماشي معاها. Further question tell you هي هايبو كده. هي هايبو كده هايبو ثيروديزم وهايبو وعندها ابنها 5 شهور قلنا بيبدأوا انيش طيب اسبارتم بعدين بيقلبوا بهايبو وممكن يكملوا هايبو 40% منهم. ايه رأيكم؟ بوست ايوه هما اكتر حاجه في هشيموتو هايبو بس هشيموتو هشيموتو هما اكتر حاجه بيجيبوا هشيموتو ده بيجيبوا هشيموتو ثيرويد معاها انتي ثيرويد انتي بودي بوزيتيف. طيب ما بيمنع احنا قلنا البوستبارتم ثايرودايتس بوست بارتم ملهاش دعوه بموضوع الانتي بودي تقريبا مش قرأناها امبارح مش ضروري فيها يعني في جزء منهم بيكون عنده على فكره بيكون عنده This history here suggests an early period of possible thyrotoxicosis has followed by symptoms of hypothyroidism with hypothyroidism confirmed by biochemical testing timing after birth of her child. So this is the postpartum thyroiditis. Treatment with thyroxine replacement, although withdrawal may be possible in some patient. However, recover a normal thyroid function. Recurrence of thyroiditis is common in subsequent pregnancies. However, يعني بيجي لها ممكن يجي لها في الحمل التالي يعني. However, 40% منهم بيكملوا كبيرمنت هايبوثايروديزم و presence of anti-thyroid antibody does put here at risk of permanent hypothyroidism. يعني لما يبقى معاها اسوشيشن في الانتيبودي ده يخليها على هاي ريسك ان تبقى تكمل هايبو. ماشي عارف من القصه دي مع الايه؟ البوست بارتم. Which of the following most likely overarching diagnoses in this patient? طيب كلهم حاجات ايه جميلة ماشي. الجلوكوز عندنا عالي البي تي اتش عالي الكالسيوم عالي يبقى هايبر باراثايرويدزم مع السكر غالبا من 1 يمكن. طيب نشوف ايه الموضوع. 39 سنة ست عندها بوليوريا وبوليديبسيا دي بتاعت الهايبركالسيميا وعندها ليثارجي وهي هاد اندر جو توتال ثايرويدكتومي. توتال ثايرويدكتومي يعني عندها من تو مع هايبركالسيميا عادي يعني عندها سكار في النك من تو مع ايه هايبر عندها سكار ايوه لا مش قلنا ثيرويد ده تبع المينتو معاه هايبر بارا هايبر بارا ايوه ومعاه كان في كروموسيتوم اللي هو التايب اسمه ايه تايب 2 اي تايب 2 اي صح لانه كاتب ايه نروح مع الايه نروح مع الايه المينتو از اسوشيتد ديفلوبمنت ميدالري ثيرويد كارسينوما دي اللي عملت لها العمليه هايبر باراثيرويدزم ان فينو كروموسيتوما دول الاذر كومبوننت اتس لايكلي ذات بريفيوس ثايرويدكتومي دي تو مدلري كارسينوما اوف ذا ثايرويد جيفن ذا مدلري ثايرويد كارسينوما من 2A تن تو بي ليس اجريسيف ذان ال 2B 2B ده بيبقى معاه هايبر كالسيميا وبيبقى معاه بريزنس اوف مارفينويد بيبقى معاه مارفينويد صح. بقول لك البي تي اتش اذا ان ابروبل الفيتد موست لايكلي ديجنوز هايبر ريزد وفي ريز بلاد بريشر وجلوكوز انتوليرانس اولسو ريز البوزيبيليتي اوف كو اكزيستنت اوف فينوكروموسيتوما. الفينوكروموسيتوما كان بيبقى معاها ريز جلوكوز انتوليرانس كمان غير البلاد بريشر والتريمور والسويتنج والكلام ده
خليني أبص عليها بصة سريعة كده. إيه كوبي ده هنا من كده مش ليه غلط أكيد. ايوه أعتقد إن فيو كرومو مش فينو. مش فينو فيو فيو اي فيو كروموسوم. أيوة طيب خلينا نجيبها نبص عليها بصة سريعة بس كده. السوداني فيو فيو فيهم. فيو طيب هي فين؟ مش جايبينها غير هنا. طيب خلاص مش مشكلة، مش يمكن تحت هنا. طيب خلاص عدوها عدوها. كنت عايز أتأكد هي بيبقى معاها جلوكوز انتولرانس ولا إيه؟ طيب سؤال تاني بيقول which of the following the most appropriate treatment for this patient؟ من دول بروبرانول ولا الحاجات دي؟ طيب نبص عليه. عنده الانتيبودي بوزيتيف، ثيرويد ابتيك سكان نورمال نورمال. طيب وعنده تي اس اتش قليل يعني ثيروتوكسيكوزس والثيرويد ابتيك سكان نورمال. طيب هنا 62 سنة مان بريزنت تو كلينيك انكريزنج انكزايتي بالبيتيشن والهيت انتولرانس ولوس 3 كيلو ويت اوفر باست مانث تيكينج لونج تيرم مينتننس. بياخد اميودارون ثيرابي ات دوز 20 مللي جرام ديلي along with warfarin because low ejection fraction due to previous myocardial infarction and two previous episodes of paroxysmal ventricular tachycardia. He has refused the ICD the past one examination. The blood pressure بتاعه كويس والبلس كويس والبودي ماس اندكس 21 وعندنا bilateral crackles على البوت لانج is consistent with mild cardiac failure. طيب يبقى بياخد اميودارون وزي ما انتم شايفين معاه ثيروتوكسيكوزيس ومعاه الانتي بودي which is mean انه هياخد كاربيمازول تايب 1 تايب 1 بالظبط تايب 1 وبياخد ايه كاربيمازول اللي بيبقى معاه الجويتر وبيبقى حل كبير وبيبقى فيه سينسز والكلام ده. طيب السؤال الثاني ايه الانيشال مانجمنت هنا؟ الانيشال مانجمنت طيب هو ايه قصه 36 سنه وومن في الاسبوع ال 20 وده السكند تشايلد ريفير تو يو باي ذا ميد وايف سيرفيس فور جلوكوز ويوريا. فيرست تشايلد كان 9 باوند 9 باوند كان كتير كده كم كيلو 9 باوند باوند كام هو عشان نشوف هو بيج بيبي ولا لا لكم عشان نخلص من القصة دي. هما بيتعاملوا بالوحدات دي تقريبا ما بيتعاملوش بالكيلو زينا. اي بي يساوي كي جي. الباوند ده الباوند يساوي زي 450 جرام يعني تمام 450 جرام. احنا لما بيقول لي 9 قولي 10 يبقى 4 كيلو ونص فهو بيبي بيج بيبي يعني بيج بيبي يعني. طيب انشي هيرسيلف از كوايت اوفر ويت وهي برضه اوفر ويت و بود ماس اندكس بتاعها 29 وبيكامينج بريجننت والاكزامينشن بلاد بريشر بتاعها ماشي والاوريدي فورد دايبيتيك دايت فور ذا باست 2 ويكس. طيب وهي جربت ال 2 ويكس. طيب احنا عندنا الجلوكوز بتاعها الفاستنج كام؟ احنا قلنا 5 6 7 8 فهي كتير
معدي، فاحنا كتير بس ايه مش واصل 7 عشان نبدأ انسولين. بس هي كان معاها قلنا الكومبليكيشن اللي نبدأ فيها انسولين يا اما ماكروزوميا يا اما اوليجو هيدروميناز. هنبدأ ايه، انسولين ولا ميتفورمين؟ فورمي صح؟ هي معناها الكومبليكيشن، مش قلنا من 6 هو فوق 7 هنبدأ انسولين، من 6 ل 6 و9 على حسب بقى، لو معاها كومبليكيشن هنبدأ لها انسولين دايركت. الكومبليكيشن كانوا 2 اللي هو الليجو هيدرومينوس والماكروسوميا، اللي هو بيج بيبي، فاحنا نستخدم انسولين ولا ايه؟ لا متفرق. given that here 2 hour glucose significant elevated معدل 13 و2 و she fit glucose criteria ماشي required treatment diabetes هنا. إيه المهم الدايت والكلام اللي هي بتعمله ده مش نافع، لازم نخش في ميديكيشن. هتاخد بقى سمولر ميلز والكلام ده، ميتفورمين هو اللي احنا بنبدأ بيه كانيشال ثيرابي، تو ويتش انسولين ذن يوجوالي ادد، نستخدم البيزل بولس ستاندر انسولين ريجيمن. طيب انا عايز اشوف بس الانسولين وليه رفضه. هنا بيقول انسولين ادد ان تشويس وانس بلاد جلوكوز is no longer controlled by metformin alone or in patient who does not tolerate metformin therapy. يا دكتور حسن، البيبي اللي انت بتتكلم عنه ده 9 باوند تقريبا، ده البريفيوس بيبي، ده الاول تمام، مش الحالي. انت قصدك لو لو احنا عملنا لقينا البيبي الحالي كبير او اوليجو هيدرومينس، هنا بقى نخش في الانسولين. تقريبا انا بتذكر او مال او في بريفيوس مال يعني بريفيوس مال 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 كان حاجة كده، المهم عنده هيستوري يعني كاردياك مال انومالي او كده. لا لا لا، ده انت عارفة ايه دول، ده ريسك فاكتور للي هو يعني وانا بعمل سكريننج الكلام ده، وانا بعمل سكريننج لل اسمه ايه الديابيتك بيرجنان، بتاع البيرجنانسي كان اسمه ايه، جستيشن ديابيتك يعني جستيشنال اه جستيشن جستيشنال اه جستيشنال ديابيتس، جستيشنال ديابيتس لو كان قبل كده جالها جستيشنال ديابيتس، او هي اوفر ويت، او هي كان في مال فورميشن، او حاجات كتير دي، فعندها ايه مش دايركت ان احنا هنقيس لها اورال جلوكوز تولرنس تيست. بس هي الفكره بقى في الميديكيشن، بتهيألي انت نبهتيني ليها، انه يمكن البيبي الحالي اللي هي حامله بيه لو عملوا لها التراساوند وكان في بيج بيبي او اوليجو هيدرومناس او الميه اللي حواليه، يعني بيبي كبير يا اما الميه قليله، فهنا انا مش أيوة بعد 7 ممكن ندخله بعد من 6 ل 6 و9، ده كان اكسبشن يعني للبيبي الحالي البريفيوس بيبي، دخلت امور في بعض. ايوه ما ده تقريبا انا فهمته، انا امس فهمته كده تقريبا، كان بس النقطه دي اللي انا ما كنت متاكده منها، بس طالما ان ده كمان لا السكريننج كويس ان انت قلتيها بصراحه، انا برضو يعني دلوقتي وضحت بالنسبه لي. هو لو حابين بس اجيبها جستيشنال عشان هي مهمه جدا، جستيشنال ايوه هي جستيشنال ايه ده؟ ديفيد لا 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 مش دي واحدة اهي. هنا بيتكلم بشكل عام انه موضوع السكر مع الحمل، ممكن الناس اللي هم بيديفلوب الناس اللي اوريدي عندهم قبل الحمل، الريسك فاكتور للجستيشنال دول اللي احنا كنا بنتكلم عليهم من شوية، دول ريسك فاكتور ان يبقى عندها جستيشنال. بس موضوع بقى دي موضوع المانجمنت، هنا كان بيتكلم في النقطة دي، لو كان بلازما من 6 ل 6 و9 عندنا evidence of complication زي ماكروسوميا
او هيدروميناز، اكيد انه بيتكلم على البيبي اللي عندها حاليا، مش دعوه بالبريفيس بيبي يعني. ساعتها انسولين should be offered. ماكروسوميا او الهيدروميناز، مش عارف بتهيألي الهيدروماس المفروض يكتب أوليجو هيدروماس ولا إيه؟ أنا فهمتها أوليجو. طيب خلينا نتابع الأسئلة بتاعتنا النهاردة، إحنا الريت بتاعنا ريت جمعة بصراحة. طيب which of the following the most appropriate way to manage his diabetes؟ مانج ازاي هيز دايبيتس؟ عندنا انسولين ولا ميتفورمين ولا ايه بالظبط؟ عندنا 6 سنة جاي الامرجنسي روم، السيمتوم عنده ثيرست وليثارجي وديسشارجنج سام 2 ويكس ايرلير افتر هيز ثيرد ابيسود اوف اكيوت بنكرياتيتس، عنده اكيوت بنكرياتيتس ان لاست يير، وهو الكوهوليزم ودرينكينج 3 بوتلز اوف ويسكي، ويعني ان اكزامينيشن هو ديهايدريتد والبلاد بريشر كويس والبالس كويس والبون ماس اندكس 21 وكل حاجة كويسة. طيب هيموجلوبين 12 والوايت بي سيز اوكي، بلاتيت اوكي، صوديوم بوتاسيوم اوكي، كرياتينين عالي، الجلوكوز عنده عالي قوي، اميليز 400، اليورين الكيتون نيجاتيف، هي اجري تو بيجين ديتوكس ريجيمن. Which of the following the most appropriate way to manage his diabetes؟ هو من زمان بيشرب ولا ليست؟ هنشوف واحد من الدراجز ما بيأثر على البنكرياس. طيب الجليكوزايد والحاجات دي مالهاش دعوة؟ طب ما ناخد الميتفورمين برضو عادي يعني، ايه المانع ناخد الميتفورمين يعني؟ ولا هو عشان بنكرياتيتس في الانسولين مش لازم نديله انسولين من بره؟ لو هنا ما هو ده كلامي انه يعني انا حسيت انه انسولين لانه الباقي اعتقد بيأثر على البنكرياس. بس انت عارفه كان عدى معانا في البنكرياتيتس ان الانسولين عشان يتأثر ده بعد 20 سنه من القصه دي. طيب diabetes associated with pancreatitis is due to damage of the endocrine pancreas، وعندنا ليك في الانسولين والباثوفيسيولوجي بتاعها انه البيشنت presentation he is thin والسيمبتوم بتاعته انسولينوبينيا ومحتاجين انسولين من بره replacement therapy. بس هو ده الكلو ان هو البنكرياس بتاعه متدمر فاحنا لازم نديله انسولين من بره. طيب ايه الدياجنوز من دول؟ هل هي ماكرو ولا مايكرو برولاكتينوما؟ هل بي سي او؟ هل بريجنانسي؟ هل هايبو ثايرويدزم؟ البرولاكتين يعني مش عالي قوي، مش معدي عشان نقول ماكرو. ده معناها اكسكلود المايكرو والماكرو. بالظبط. طيب نشوف الحالات، 19 سنه ريفيرد لكلينيك بهير جي بي وريد اباوت سافرنج فروم ويت جين 3 كيلو وفي الباص 3 مانثس و has not had period، has not had period يعني برايمري امينوريا بي سي او سكندري. طيب سكندري لانه هي من 2 مانث بس، يبقى سكندري امينوريا. طيب there is also some breast tenderness و feeling fullness. طيب in examination she looks well and a normal blood pressure other feature entirely normal. طيب other features entirely normal، انت بس ايه breast tenderness. طيب البرولاكتين عالي شوية مقلهاش. والله احنا الاول كان المفروض ايه pregnancy exclude one most likely diagnosis 19 سنة pregnancy بريجنانسي، المفروض اكسكلود البريجنانسي وبعدين ندور على بقية الحاجات صح؟ بس هو جايبها طريقة عوجة شوية، طريقة معوجة جدا يعني. برولاكتين ريفل ريست كأنها مريضة يعني، رابط ان بريجنانسي وسيمتوم امينوريا ويبقى بريست فولنس وتندرنس
وفي ويت جين، وده كله مش من القصة دي. طبعا هنعمل بريجنانسي تيست في اليورين وفي الدم عشان بعد كده ندور على بقية الايه السكندري كوزز السكندري امينوريا. طيب which of the following tests is the most likely contribute to determining the underlying diagnosis in underlying diagnosis في طول. طيب تريجليسرايد عالية، توتال كوليسترول عالي، كرياتينين يعني، بوتاسيوم صوديوم اوكي، بقية الحاجات تمام. طيب بس انت الدهون مرتفعة. 48 سنة woman attending for a well woman clinic she finds it's difficult to control her weight often feel tired شكلها hypothyroidism currently has very heavy period ماشي برضه مع الهايبوثيروديزم apart from his she does not have any particular concern examination بدون ما تندكس عالي طبعا والبريشر عالي سنه و ايه رايكم والكوليسترول والحاجات دي ما هي ماشيه ما هي ما الهايبوثيروديزم ما بيحرقش ولا بيكسر الكوليسترول ولا بيعمل ده كله برضه فيها الهايبوثيروديزم. طب ايه اللي هيساعدني القصه دي؟ ثايرويد فانكشن تيست، ثايرويد فانكشن تيست دي كلها اعراض الهايبو ثايرويدزم والكونستيبيشن معاهم كمان بيزودهم الهيفي بيريود والكلام ده كله ماشي. طيب سؤال تاني، ايه الدياجنوزز من دول؟ كونز ولا لاكستيف ولا ديوريتكس ولا ليدر ولا بارتر؟ شكلها ايتينج ديس اوردر. طيب البوتاسيوم مبدئيا كده قليل ماشي، اليوريني بوتاسيوم برضه قليل. طيب ما علينا. طيب البلود بريشر عامل ايه؟ البلود بريشر يعني تحس نورمال ممكن يبقى جدا. طيب هنا 23 سنة وومان جاي الكلينيك الامرجنسي ديبارتمنت having referred من الكلينيك للامرجنسي ديبارتمنت عندها فينتنج في لوكال سوبر ماركت وفردر كويشننج it is transpires that she has been feeling weak washed out شون examination blood pressure بتاعها واقع والبالس دوماس اندكس قليل قوي بيتقولنا eating disorder شكلها. طيب she has causes her crankles اللي هي عقل الصوابع صح؟ what tell you this are due to job عشان هي بتعمل لاندسكيب جراندر ما علينا. عندها انيميا ماشي مع eating disorder برضه، الصوديوم كويس، البوتاسيوم قليل، البوتاسيوم قليل والكدني اخبارها ايه؟ كويسه، يبقى ايه؟ تقريبا من الجي اي تي صح؟ انا ماشيه معايا ان هي ايتينج ديس اوردر واكتر حاجه لاكسيتيف ابيوز بيستخدموا اللاكسيتيف اكتر حاجه صح؟ بود ماس اندكس قليل كمان. إذا woman is underweight symptoms of fatigue are consistent with hypokalemia the fact she is underweight بود ماس اندكس بتاعها 18 and her callus on her crankles دي برضو callus on her crankles دي ايه معناها ايه؟ ما افتكرتها حاجة تانية. دي من كتر ما بتعمل فوميتنج عشان هي بوليميا، هي بوليميا اللي هي بتاكل لما تشبع وبعد كده ترجع. خلص اجيب لكم الترجمة بتاعتها سريعا كده. هون كرانكلز مسامير اللحم.